طبعا مو شرط يكون الم الظهر الحين بكبار السن. الحين قاعد نطالع قاعد نشوف ان الام الظهر قاعد يصير في جميع الفئات في جميع يعني ما في فرق بين انثى او ذكر. عندي مراجعين مراهقين عندهم الام الظهر، شباب رياضيين عندهم الام الظهر، طبعا كبار السن هذا شيء اكيد. وايد اخوي محمد مهم نعرف شنو مفهوم الالم. من هذا هو الشيء يصير فيه الم بالظهر، مو كل الم يجي على بالك ان هذا ديسك على طول على طول. اي واحد فيه الم فيني ديسك ويخرع بعض يخرع بعض ويصير صج بالضبط، يروح الديوانيه او ربعه او اهله يساله عن الظهر يقول اي بالضبط هذا صار لي فيني وهذا ويا. اول شيء انه ما نقارن، كل انسان له ظروفه الخاصه، كلام لا الام الخاصه لا وضع الخاص. فلازم اول شيء واحد يكون ينطر. انا ما انصح اي شخص اذا له الم عارض بالظهر ان يتجه للطبيب على طول. يحاول يعالج نفسه بنفسه ما في مشكله. فاول شيء يشوف مثلا الم الظهر، هل هو قبلها بيوم كان مثلا طالع حداق مسوي رياضه عنيفه، ممكن يكون مسبب هو يراجع نفسه انه والله صدق انا امس سويت مجهود زياده، شديت سويت مثلا نفسي. او وقف بالدوام مثلا زياده او سوى مجهود او سوى حركه غلط يمكن شلون. فهذا اشياء وايد مهمه لازم نعرفها اول شيء، انه مو يتجه على طول وانه يخرع نفسه ويخرع اهله ان انا والله فيني الم بالظهر. الالم هو المسبب الرئيسي اللي يخلي الواحد يتجه على طول للطبيب. فانا مثل ما قلت انه ينسل ينطر. طبعا شنو مده الانتظار انه اساس نتاكد ان هذا الالم ظهر عارض انه مو الم لا علاقه بالاعصاب؟ خلينا نقول فتره من 4 أيام لاسبوع. اذا قد تقصد دكتور اذا استمر اكثر من 4 أيام إيه لاسبوع، لا ذيك الساعه لازم واحد يتجه للطبيب ويشوف انه شنو سبب الام الظهر هذا. لان امهاتنا مرات يقولون لنا يبا لا تحاتي هذا دخل فيك هواء. هواء بالضبط زين. فالمهم نوعيه الالم، اذا كان الم مثلا محدد في منطقه معينه بالظهر فهذا غالبا لا علاقه بالعضلات. وين يكون بالضبط دكتور؟ اسفل الظهر يكون اسفل الظهر. العزيزو. مو العزيزو مو شرط يكون اسفل الظهر، يعني نسميه لو باك بين يعني بعد اسفل الظهر. انزل من العزيزو بعد؟ يعني من نص الظهر لا صوب العزيزو. هذا اكثر شيء الام الظهر. فاول شيء لازم نعرف مفهوم الالم، الالم لا مقياس عندنا حكا بالطب من 0 إلى 10. هذا جدا هالمقياس او هذا الجريد ان نعرفه عدل. 0 معناته ما في الم، 10 الم لا يطاق اللي الواحد خلاص يقول مثل موات. والطبيعي؟ الطبيعي ما في الم. لا ما في الم. سما في الم. بس مرات تكون في خفيف دكتور. الم هذا مجهود ارهاق بحيث انه يريح ظهري شوي، يقول الظهر يشعل علي، يريح العصاري ساعه ساعتين يقوم من الم فتش او ياخذ مثلا حبه مسكن او حبه مصر ريلاكسن مهيئ للعضلات يطيب الالم. ممتاز. الحين فيما قلت لك الم لا والله اخذت سويت العلي وحطيت مطاره حاره وريحت واستمر. لا والله استمر الم. اذا استمر الالم يتجه عند الطبيب. يتجه عند منه؟ مو شرط تروح عند دكتور اخصائي اعصاب او دكتور عظام، يروح للمستوصف الخاص. دكتور المستوصف عنده من خبرته وهذا يقدر يقيم الحاله العامه، يوجه بالضبط. يقول لا والله مثلا سويت كذي. لا والله ذيك الساعه الالم شد عليه وصار في معه اعراض مصاحبه. مثل اعراض مصاحبه تخدير او تنميل بالرجل او رجل معينه. دائما خلينا نتكلم الحين، خلينا نتجه للديسك مثلا نتكلم. اول شيء لازم بين المشاهدين في مفهوم هنا، في غلط بين المشاهدين. ديسك او انزلاق غضروفي، شوف فرق بينهم شيء واحد. صح. هو شنو ديسك بالانجليزي؟ ديسك ديزيز او انزلاق غضروف هو بالعربي. يعني ما يفرق، احنا نكون مفرقين بينهم الحين. يعني طلعت نفس الشيء. نفس الشيء الديسك او هو انزلاق غضروفي نفس المفهوم نفس الشيء. فهو نفس الشيء. مو كل ديسك يسبب الم، وهم مو كل الم سببه ديسك. هذا شيء مهم نعرفه. يعني بمعنى احنا كنا قاعدين احنا بالغرفه هذه. لو نجيب انت او خلينا نقول اي شخص ماشي بالسوق، 100 شخص تاخذهم نسوي رنين اللي هو احسن تشخيص للديسك، اللي هو الرنين المغناطيسي. ندخله بالجهاز ونسوي له رنين مغناطيسي، نكتشف ان الناس 100 شخص اللي هذول ما فيهم نهائيا اعراض تلقى في امراض ديسك. اي يكون ديسك مثلا بس ما له اعراض. في ديسكات ما له اعراض نهائيا، الانسان عايش حياته ما يدري. متى الديسك يصير؟ اذا مثلا سوى مجهود زياده او سوى رياضه عنيفه او سوى شيء، الديسك هذا يتفاقم ويسوي الم ويصاحب الالم. في ذيك الساعه يتشخص، وذيك الساعه يحتاج الى تدخل جراحي، عفوا الى علاج او نوع ما حسب يصير تدخل جراحي. صحيح دكتور. الحين هذا نص العمود الفقري. اي هذا الحين جاي بالنا. طبعا يمكن تقربون الكاميرا. اي هذا الحين طبعا اخوي محمد الديسك انواع. في ديسك بالرقبه، ديسك بنص الظهر، ديسك اسفل الظهر. احنا خلينا نركز اليوم على الديسك اللي هو العام اللي هو بالظهر. زين، واحد تكلم شوي عن ديسك الرقبه هم اننا وايد مهم حاليا. يصير طبعا هذا هو
فمنقول هذا هو التشريح، تشريح الظهر للأسفل الظهر. نعم. طبعا لو نتقي هنا هذا هنا البطن هنا. نعم. وهنا الظهر. نعم. وهنا المؤخرة هنا وهذا. نعم. جسم الإنسان. نعم. فهذا الأعصاب، الأعصاب تطلع هنا في طبعا هنا هذا الحبل الشوكي اللي داش. نعم. وطالع من الأعصاب. إيه نعم. إيه. الديسك دائما إحنا مثلا ديسك لما نطالع إحنا بالأشعة المقطعية نطالع اللي هو الجانبي ونطالع المقطعي من فوق. فهني مكان هذا لو تلاحظه هذا الشيء الأبيض هذا الديسك. الديسك عبارة عن مادتين مو مادة واحدة. مادة قوية صلبة أو نقول مثل ربل. نعم. ومادة هلامية داخلية. نعم. نعم. هذه الهلامية هي اللي تطلع برا وتسبب الألم الديسك. يعني إذا طلعت برا. إيه نعم. يكون في إذا ألم. إذا هذا مثلا تدمر هو الديسك هذا اللي هو المادة الهارد القوية. نعم. الصلبة هذه تدمرت بأي مجهود. بأي مجهود. نعم. أو أي سبب. نعم. أو أي شيء. فيطلع تطلع المادة الهلامية الخفيفة وتضغط على العصب هذا، هذا العصب يسبب الألم. فهو كل الألم بسبب هذه العصب. العصب، فالعصب يسبب ألم ويسوي اللي هو الآلام اللي هو التخدير والألم والأعصاب هذه، فالمنطقة هذه. فدائما نسأل المريض ألم العصب على أساس أكون واضح مع المشاهدين أن متى أنا أقول يعطيني خلينا نقول حنسميهم الريد فلاجز اللي هو الأشياء الحمراء أو الأشياء العلامات اللي أنا يعطيني مثل والله يخليني والله والله أحاتي. رقم واحد ألم بالظهر. وينزل على الريل اللي يسميه هذا عرج النسا. عرج النسا. طبعا سموه النسا لأن يقولك من كثر شدته ينسيك اي الم مر بحياتك. يعني مو النسا من النساء. لا لا النسا مو النسا لا دخل الحريم بس اوكي احنا كلنا على بالنا النسا. لا 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 النسا من النسيان او ينسيك الحياه. ينسيك الحياه ونسيك الم اللي هو عمره ما مر عليك بحياتك. هذا مرض النسا اللي هو او عرج النسا اللي هو يسببه. هذا واحد الم الظهر ينزل على منطقه معينه بالجسم. يعني ما يدري يعني انا على طول اقول هذا الدرع ديسك. يقول دكتور الم ظهري وينزل يعطيك خط معين واسميه شارع معين بالجسم الانسان او بالبرين ياشر لي على خط معين اي ديسك في ديسك. هذا يعطيك انطباع انه في ديسك. طبعا مع تلمين هذا يسوي لك كذا. طبعا الحالات المتفاقمه لما يكون معاه ضعف بالريل هذا دخل في المرحله المتاخره انه ما يمشي مثل او ريله مره واحده طاحت او ريله مثل قول دكتور ذكرى من عالي قاعد تفلت من ريلي. هذا شيء يعطينا الارمينج او يعطينا تحذير لا والله الديسك تفاقم وصلت الى اي مرحله متاخره. المرحله الاخطر والاخطر تكرم لما يكون المريض لا ما عنده قدره بالتحكم لا بالبول ولا بالخروج. هذا شيء وخدور في منطقه يعني منطقه اللي تحت منطقه الانا. هذه الحالات اللي فيها. نعم. تعتبر اخطر انواع الحالات اللي محتاجه بدون اي شك تدخل جراحي سريع حتى ننقذ ما يتم القضاء. لما يوصل الى هذه المرحله المرحله القصوى بان قصوى. التبول يصير لا ارادي والخروج لا ارادي. نعم. وهني لازم تدخل جراحي بدون اي شك. زين دكتور احنا نرجع الى نرجع ورا الحين الوقايه الحين بدايه مثل ما قلت بان احس بان ممكن يكون في ديسك شلون. نعم. اقدر انا اقي نفسي واعالج نفسي مبدئيا طبعا مو كل ديسك محتاج يعني تدخل جراحي خلينا نكون صريحين ان اغلب الناس يقول عندي ديسك وانا اخاف وعمليه وما بسوي واخاف انشل وهالحكي اللي لازم يكون واعي حتى طبعًا. الدكتور ما يقول يبا تعال سوي عمليه لازم يكون واعي طبعا اخوي محمد الحين في عالم العولمه. نعم. والجوجل والانفتاح. نعم. الانسان يقدر يثقف نفسه بنفسه. نعم. يعني يقدر يجي نفسه بنفسه ويقول لي ترى انا فيني كيت 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 ويساعد وبالعكس. نعم. هو عنده ثقافه يكون صح. عنده يثقف نفسه بنفسه طبعا اول شيء يتجه الانسان اوكي الحين خلينا نقول مثلا يا عندي مريض عندي بالعياده. نعم. وتشخص عنده ديسك. نعم. اوكي اول مرحله طبعا ما عرض عليه عمليه اطمر اربع مراحل قدام امشي معه مرحله لانه هو في المرحله الاولى المرحله الاولى امشي الراحه لازم الانسان يكون طبعا عنده ديسك حسب بالاكيوت فيز مرحله الحاد او مرحله اللي هو الاوليه لازم يرتاح تقصد الراحه مثلا الراحة اذا كان الجسدية. رياضه ما يلعب رياضه ما يلعب رياضه عليك نور يريح في البيت مثلا طبعا اغلب الدراسات تقول الراحه ما تمتد اكثر من اربع ايام مو راح يطلي قاعد شهرين في البيت لا هذا غلط اربع ايام بس ثلاث ايام اربع ايام اقصى شيء بعدين يتحرك الحركه هذه هي تساعد على عمليه التاهيل وطبعا الحركه والراحه مع العلاجات. نعم. العلاج طبعا نعطيه اشياء مضاده للالتهاب اشياء مرخيه للعضلات مرات الالم من كثر ما هو شديد يسوي ديبريشن او يسوي اكتئاب الانسان. نعم. الم زين مره نعطيه مضاد الاكتئاب طبعا في المراحل الشديده هذه نعطيه مضاد الاكتئاب الانسان اخوي محمد الالم خصوصا الم الظهر خلينا نتكلم بكل صراحه طبعا من كثر الدراسات يقول لك الالم الظهر يمكن هذا اكثر عارض ثاني عارض بالحوادث اللي حق الناس في. نعم. في العالم. نعم. بعد التهاب البول تكرم دكتور الحين يعني حتى ودنا ناخذ الامور الوقائيه والعلاجيه الحين. نعم. هل يتم معالجته على طول يعني عن طريق الادويه والعلاج طبعًا. الطبيعي تتم معالجته طبعا
في وايد اشياء اوراق ديسكات نعم. تروح بدون اي 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 ايش كثر تاخذ دكتور ولا تفرق من واحد الى واحد؟ شوف احنا اللي هو التايم فريم اللي نعطيهم المجال نعم. ان 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 نعطيه تشانس ان المريض اقول نعم. لو والله انه ما استجاب حق العلاج الطبيعي مع الادويه هي الفتره من 4 أسابيع الى 6 أسابيع الى 8 أسابيع ماكسيمم نعم 8 أسابيع ماكسيمم هذا اقول له والله ليالي بس طبعا التزام مثل والله ولي والله دكتور انا اغلب مره مشكله يجي عندي شخص ديسك وهذا اعطيه علاج احول على العلاج الطبيعي اقول تعالي بعد شهرين يجي بعد شهرين اقول ها ايش سويت؟ يقول بس الحين الالم زين خذيت علاجك؟ لا والله دكتور اول اسبوع بعدين ما خذيت زين تلتزم فيه وخذ بالضبط نعم. التزام نعم. فانا مرحلتي التشخيص شخصتك الحين عليك انت العلاج تكون الاولي نعم. يعني لا تجي اخر شيء تقول والله انا بسوي العمليه وخلاص الدكتور وعفوا والاعمار هل تفرق بان الشاب عن الكبير في السن تفرق طبعا ويا؟ طبعا في قصدك كادويه ولا نعم. كادويه لا وكمده علاج غالبا هو الديسك نفس الشيء زين نعم. بس لما الديسك عند الشباب يكون دائما يعني مو نفس الديسك اللي عند الكبار السن كبار السن كبار السن خشونه بالضبط خشونه نعم. جفاف الظهر روماتيزم نعم. فيكون اشياء يعني متراكمه مع بعض نعم. فشويه صعبه على المن اما الشاب لما يجي هذا دائما يكون مثلا من الرياضه من التدخين التدخين عامل جدا مهم باسباب الديسك خلينا نتكلم عن اسباب الديسك عموما اسباب الديسك منها طبعا التدخين زياده الوزن زياده الوزن دكتور. عدم 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 الممارسه الرياضه زين يمكن شيء معلومه جديده احنا نقولها اكتشفوا ان الناس ان نقصان الوزن السريع يسبب ديسك بمعنى ايه انسان واحد اللي يسوون السليف فايل هذه انا وايد مرضى عندي نعم. بسبب ان نزول الوزن بسرعه صار عندي وفي دراسات الحين حديثه صارت الله. بالضبط الله. وايد ناس عندي الحين يا تقريبا احنا اكثر من 20 مريض لما اسالهم دكتور انا سويت عمليه باسباب عمليه السليف والباي باس تخسيس الوزن بالضبط. العمليات الجراحيه إيه؟ يحوش ديسك نعم. يكون اساسا يمكن عنده ديسك هو بس بسبب كتله الشحم نعم. والعضلات الموجوده ماسكه شويه العضلات وهذا فلما يفقد الوزن بطريقه بصوره سريعه يعني بصوره سريعه في مده قصيره يعطيك الاعراض هذه غير ذلك اللي يسوون عمليات التكميم او هذا يصير عندهم تلمين خدور اسفل الرجلين اللي يتعارض يعطيك شويه يعني فكره ان هذا يمكن ديسك ولا مو ديسك يكون اعتبار نقص فيتامينات نعم وهذا وايد مهم ان لازم نعرف هالشيء فالوزن او نقص الوزن السريع او زياده نعم. الوزن هذا شيء مهم عدم الحركه والرياضه تدري حياتنا رباده يعني ما واحد يعني لازم يتحرك يتحرك وهذا نعم. التغذيه مهمه وايد زين اهم اسباب بعد يكون طبعا في اسباب جينيه في ناس عندهم شيء جينات تلقى ابوه طبعا ممكن دكتور اي تلقى ابوه او اخوه عمه بالهيستوري كله يقول والله ابي حاشه لا. وهذا فهم هذا لا عامل بس لحم اكتشفوا ان اي جين واي اي بالضبط لا عامل مساعد ان في ناس معينين يحوشهم ديسكات بسبب طبعا ضعف بعض الاشياء اللي هو موجوده دكتور دائما اذا بنشيل شيء يقولوا لنا لا 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 تشيل شيء ثقيل بالضبط. او لك وقفه معينه نعم. هل فعلا هناك طريقه طبعا معينه طبعا في طريقه معينه لحمل الاشياء طبعا الوزن اللي هو اللي يخليني اقلق اني اشيله اكثر من 5 كيلو 5 كيلو هذا دائما عندنا هو الليمت المعين فالطريقة الشيلة طبعا هي يسمون وضعة القرفصاء ان انزل طريقة معينة وظهر لفوق لازم اشفس ركب اشفس ركب مو الشيلة اللي على طول هذه هذه مضرة لازم كل واحد يعني يهيئ نفسه هذه الحركات المفاجئة في ناس شغلتهم صعبة يعني في العسكريين الله يعينهم الوقفة الطويلة احنا جراحين نوقف وايد يعني هم هذه يأثر على على هذا على 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 الظهر وينشف قلة شرب السوائل جدا مهم لان شنو قلت لك ما قلت لك اخوي محمد اول شيء ان الديسك عباره عن ماده صلبه خارجيه وفي ماده هلاميه داخليه الماده الهلاميه 90% منها ماي سائل حتى لو تلاحظ اغلب الناس لما يصومون مثلا في رمضان اول ايام رمضان يحوشهم عوار ظهر عوار مفاصل بسبب الجفاف قلة السوائل فشرب الماء جدا جدا مهم انه واحد يشرب ماء كميه كافيه على اساس يسلك الامور وهذا دكتور احنا ما شاء الله اخذنا الوقت وانا يعني جذبني جدا طق الظهر لما واحد يطقطق ظهره هذا ممكن ياثر؟ طبعا طق الظهر المفاجئ وهذا اذا كان هو اساسا عنده ديسك وما يدري يمكن يفلت الديسك يعني في مرات يمكن بكحه يفلت الديسك يعني مره مريض عطسه قويه الديسك فلت سبحان من عطسه تخيل يعني من عطسه فلازم الانسان يكون حذر يعني خصوصا المريض اذا تشخص انه في ديسك تشخص انه في ديسك طبعا عشان الحين نتكلم بصوره سريعه علاج الديسك حنتكلم عن العلاج الدوائي نعم
خلصنا يعني تبي تكمل ولا يعني اختم وياك في يلا العلاج الدوائي. طبعا العلاج الدوائي خلصنا منه وقلنا من ما استفاد بعد 6 أسابيع نتجه حق العلاج الجراحي. طبعا العلاج الجراحي طبعا الحين اغلب الناس يقول لا والله دكتور انا خاف الله لا يقول انشل ولا شيء الكبار او اللي في امراض سكر وضغط واشياء هذه يقول لا والله دكتور انا خاف انشل. الحين صار تطور جدا قوي وفظيع انه في علاج الديسك. الحين قاعد نسوي الديسك عن طريق الميكروسكوب وعن المناظير. يعني لو في عند لو يمكن لو حضر لك معكم فيديو نسوي الجرح تقريبا 2 سنتي او 1.5 سنتي ندش بالمنظار نشيل الديسك ونطلع من ثاني يوم يروح برا يروح بيتهم ويمارس حياته الطبيعيه. يعني مرض الديسك يعني الحين خلاص الديسك صار هذا شيء روتيني. يعني عمليه الديسك في امريكا تعتبر رقم واحد في امريكا اللي يسوونه بروتيني. نعم عملية الديسك صارت جدا سهلة. ما يخاف. عملية اللي هو استغفر الله لا يقول شلل ما شلل. هذا شيء طبعا فكرة جدا غير واردة. نعم. فالحين صارت كل شيء والحمد لله الكويت عندنا ما شاء الله في قسمنا في ابن سينا يعني قل يعني متمكنين من جراحين ما شاء الله ومن ناس يعني من ادوات وهذا بشهاده جراحين عالميين يزورون الكويت كل فتره وفتره من ايطاليا ومن المانيا ومن بريطانيا ومن امريكا وهذا شهاده منهم ان احنا متمكنين بهالشيء هذا واحنا بالعكس احنا كمان قاعد نطرش ناس برا يتعلمون يردون يعني فالحمد لله اغلب اللي معنا ما شاء الله ناس خريجين السويد والمانيا وكندا وخصوصا حتى خريجين الكويت ما شاء الله مستواهم جدا طيب ويعني والله يعني في اشياء يعني والحمد لله يعني شاكرين لك دكتور وان شاء الله يعني تعود الزياره مره ثانيه ان شاء الله تشرف اي وقت ان شاء الله جدا ممتع حياكم الله.